خير العلوم وفيضها، قد حل في هذا المكان. عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. أروح المعاني الألوسي ما شاء الله، هذا فيها شق أدبي برضو عالي كثير، بيعتمد حتى مسألة الإعراب والتقديم والتأخير والمناسبة. هو كتاب عالي وكتاب ماتع، كتاب عالي عالي، نعم مستوى عالي، هذا أحد أئمة بغداد وكبار علمائها. طبعا لا، العراقيون الحقيقة عندهم يعني ناس ما لهمش حل يعني، ما شاء الله طول العراق طول عمرها ولادة يعني. نعم ولادة صحيح يعني. صحيح جميل جدا. وعندنا أيضا ده طبعا هذا الكشاف طبعا الزمخشري، و معروف الزمخشري ونزعته الاعتزالية بس ابن المنير يعني السكندري اشتفى منه برضه في مواضع كثيرة. جميل. اي نعم. وبعدين هو حطنا ايضا بعد حط الكاف الشافي ده بتاع ابن حجر. حجر. طبعا طبعا هو كده الكاف الشافي مدفون، هم دفنوه، بس اعتقد انهم حبوا يضيفوا للكشاف حاجة جديدة عشان يدخل الكتاب وحد يشتريه يعني. نعم. فحطوا تولى تخريج الكشاف، مش موضوع انه تحط ورا الكشاف. صحيح يعني. صحيح. طب بالنسبه لطالب العلم المبتدئ، في بعض الكتب التي يفضل ان يجتنبها في بدايه الطلب؟ الكشاف، تفسير الفخر الرازي، تفسير النسفي، تفسير ابي السعود، البيضاوي، يعني اللي هم فيما يتعلق باب الاعتقاد. ده عندك تفسير ابي السعود، ده طب من الطبعات الاولى خالص طبعا، ده النسفي، ده ابو سعود، ده ابو سعود. الناس فينا في الناحيه الثانيه، ده طبع حديثه، انما الطبع الثانيه دي كل شيء الا التفسير. لا فيه كل شيء التفسير بتاع الفخر الرازي. الفخر الرازي ده اعتقد هو مصور ده الطبع الاولى بتاعته. نعم. فقدت منها المجال الاول فقط، ولذلك تجد الفرق هائلا بين هذه الطبعه. شوف تقيل الكتاب ازاي، هو فهم مصورينه يعني. نعم بالك. الطبع الاولى دي مفقود مجلدها الأول الذي يحوي. وطبعا في دراسات قرآنية، و عندنا ده تفسير القرطبي طبعتين، ده بتاع حبنكة عبد الرحمن حبنكة الميداني الذي له كتابات في مجال الأدب. هو حتى والاستشراق وكيد الأعداء. نعم. له في هذا نفس سوري هو المؤلف. اي نعم له في هذا نفس. وأجنحة المكر الثلاث. له مكثر من التصنيف. نعم. يعني مش ده طبعا من كثير ومختصراته. وهذا من كثير ومختصراته. يعني وهذا عندنا تفسير النسفي. تفسير النسفي اللي كنا نتكلم عنه من شوية. نعم. أي نعم. اللي فوق ده القرطبي اللي هو يعتبر الطبعتين بتوعه. دي الطبعة القديمة بتاع دار الكتب المصرية. نعم. ديت. والطبعة الجديدة اللي هي اللي قبله مباشرة اللي هي محققة برضه. هذا من الكتب التي اعتمدت على التأليف في الجانب فيها اعتماد على الجانب الفقهي أيضا. الفقهي طبعا. نعم. القرآن كله فقه. نعم. فقه وعقيدة وسلوك وتوحيد وقصص. في هذا الباب أكثر قصص. من هو واخد نفس طريقة أبي بكر بن عربي بالضبط. نعم. أبي بكر بن عربي تفسيره هنا موجود، أحكام القرآن، بس هو خلف الكتب، خلف الكتب. نعم. فأحكام القرآن اللي هو إيه، نفس طريقة ابن أبي جمرة على البخاري. نعم. يقول لك يستفيد منه فوائد، الفائدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. القرطبي مش على نفس الطريقة، بس وسع إيه طريقة أبي بكر العربي. نعم. أي نعم.
وهنا عندنا كتب تفسير النحاس. اي نعم هو عندي القرآن. وعندنا الوسيط في تفسير هذا الواحدي، هذا ايضا من ضمن الكتب المستندة التي اعتمد عليها. الجزء الاولاني انا على المكتب هناك، لان كنت بحقق تفسير من كثير في سورة البقرة، فده في اسانيد. نعم يعني مش هذا ده الوسيط صاحب، ده الواحدي صاحب اسباب النزول برضه، احيانا ياتي بايه باسانيد مجلد بسيط. بس اهو ده اسناد اهو، واصل بيصل لابن بطه لابي القاسم البغوي قال حدثنا داود بن مشيد. مين البغوي؟ لا ابو القاسم البغوي ده ابو القاسم اللي هو شيخ الدارقطني، لكن البغوي ابو الحسين بتاع شرح السنه المتاخر، ليس هو صاحب التفسير. لا 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 في تفسير البغوي صاحب شرح البغوي اللي صاحب التفسير، تفسير الاسود ده. نعم. ده اللي هو صاحب شرح السنه اللي هو ابو الحسين، ابو الحسين معلم التنزيل. ده في القرن السادس. نعم مات 516 تقريبا. ف لكن ابو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز ابن بنت منيع، ده اللي هو شيخ الدارقطني والطبقه بتاعه ابي حفص ابن شاهين والجماعه دول. نعم. فده متقدم اللي هو له معجم الصحابه للبغوي. هذا يعتبر متقدم. ما هو متقدم، لكن صاحب التفسير المتاخر. نعم. اللي هو صاحب شرح السنه للبغوي رحمه الله عليه. القرن السادس. اي نعم القرن السادس 516 تقريبا. نعم. هذه اغلب التفاسير يعني برضه لم اتوسع في التفسير، عندي حوالي 50 متعلقه بالنحو، تأويل النحو في القران. نعم. عندي كتب قراءات كثيره الحمد لله. هذه الدولاب الكامل كله تفسير قراءات، هذه قراءات. نعم. يعني وجدت وعلوم القران، وعلوم القران. نعم. وجدت ان كافي بالنسبه لي في حدود 50 تفسير او 60 تفسير، قلت هذا ايه كافي بالنسبه لي يعني. فلذلك لم اتوسع في التفسير كثيرا يعني. نعم. طيب يعني احنا عندنا فيه باقي جزء من المكتبه اللي هو الطرق دي هذا الممر اللي فيه بقيه كتب الحديث والفهرس. والفهرس. اي نعم. نتوكل على بس لا بس يعني. بعد ذلك. ماشي تفضل. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، 30 أمسية ماتعة رائعة مرت علينا، هذه آخرها بإذن الله عز وجل. مرت 29 وهذه هي 30، أسأل الله عز وجل أن يتمها كما أن يختم لنا جميعا بالخير وبالطاعة وبالصلاح بإذن الله عز وجل. مرت هذه الأمسيات قد تكون في نظرنا سريعة جدا، لأننا وأنا أتكلم عن نفسي على وجه الخصوص استمتعت جدا بحضوري في معية شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. قطعا هي مرت سريعا، وكنا ما نبدأ في الحلقة إلا وقد انتهت بفضل الله تبارك وتعالى، فقط كنا نحتاج إلى أن نمسك طرف الخيط من أوله، ولكن يكر كله في دقائق سريعة. فأمتع الله بكم شيخنا بارك الله ورفع الله قدرك في الدارين، وأسأل الله أن تكون كل أعمالك ميسرة وأن يتم الله لك بالخير بإذن الله عز وجل، رفع الله قدرك في الدارين. طيب شيخنا، كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة مهمة، وهي متعلقة بمسألة ما تراه يميز أعمال فضيلتكم على الأقل من ناحية المهنية عن غيرها من الأعمال الأخرى، وليس هذا في باب الثناء، ولكن في قضية العمل المهني، العمل في حد ذاته. فقلت أن طول النفس والصبر على العمل والجلد عليه هي أكثر ما يميز الأعمال، هذا كان على وجه الاختصار. ثم قلنا سندلل على هذا بأمثلة عملية ونقف عندها بشكل أطول في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا. أسأل الله عز وجل أن يكون خير أعمالنا آخرها بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت أن سبب تطويلي وولعي بهذا التطويل ليس لأن أستعرض عملي وأنني الحديث الواحد قد يأخذ مني صفحات كثيرة،
يعني مثلا على سبيل المثال في كتاب تسلية القضيم في كتاب تسلية القضيم بحث أخذ مني نحو من 160 صفحة، وهو الخاص بإسلام والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنني ذكرت في تفسير ابن كثير مختصرا في الحاشية أن الحافظ جلال السيوطي رحمه الله له أكثر من 8 مؤلفات في نصر هذه القضية، أن الله عز وجل أحيا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن بالله عز وجل وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. اقتضى مني هذا المناقشة مع الحافظ السيوطي رحمه الله مثل هذا، حتى صار كأنه كتاب مفرد لي، لأنه كما أشرت في الحلقة السابقة أن رأس مال المحدث ليس موجودا في كتاب واحد ولا كتابين ولا عشرة ولا ألف ولا ألفين ولا عشرة آلاف ولا مئة ألف، إنما بثوث، إنما هو موجود في أكثر من هذا بكثير في خزانات العالم. وإذا كان الواحد منا لا يستطيع أن يشتري، فضلا عن أن يعرف الأجزاء الحديثية أو الكتب اللي فيها أسانيد التي طبعت، فهو بلا شك أنه أعجز أن يعرف ما يعني انطوت عليه خزانات العالم من الكتب المخطوطة. فهذا الذي يجعلني أتتبع كل ما أجد يعني حديثا وأعلم أنني خرجته، على طول أذهب إلى المكان الذي خرجت فيه وأضيف هذا المصدر، وبعدين لما آتي فأراجع أوراقي مرة أخرى أجد أنني جمعت من الأسانيد أكثر بكثير مما أنا حققته. كل هذا محاولة لصيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يتورط المرء في التقصير فيجعل الحديث الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا بسبب يعني التقصير، إما في البحث وإما في يعني تقدير الصحة أو الضعف أو عدم الوقوف على قرائن وهكذا. فلذلك يعني أنا أتابع دائما كتبي، ولو أنا طبعت الكتابة طبعة أخرى لابد أن تجده مفارقا لطبعة الأولى في كثير من الأبحاث، في إضافات، في تغيير الحكم، في تراجع عن بعض ما كنت أذهب إليه. وقد رأيت أهل العلم مثلا كالذهبي وغيره ذموا ابن الجوزي رحمه الله بأنه كان يصنف الكتاب ولا يعتبره، يعني ألف كتاب وينساه، يعني مع أن أي جهد بشري لابد أن يكون فيه من الخطأ ما فيه، والإنسان في كل يوم يستفيد أشياء جديدة مرت عليه، فينبغي له أن هو يرجع ويضيف هذه الإضافات على عمله. هو لا يعود ويفسح مجالا لمؤلف آخر. بالضبط كده، لا يعود، لأن يعني ولذلك مؤلفات وصلت 600، بعضها ورقة ورقتين وبعضها مجلدات كثيرة. فأنا برضو لما وجدت أهل العلم يعيبون على من لا يعتبر الكتاب، لا بدأت أتحرى مع نفسي في كل حديث يعني أحققه أو بحث أحققه، في العادة يعني أعلم أنني حققته في الكتاب الفلاني وقد أنساه وأحققه مرة أخرى. وقد حدث لي هذا في تنبيه الهاجر أنني كررت بعض التعقبات لأنني لم أدون على مثلا الكتاب المتعقب عليه أنني ذكرته في تنبيه الهاجر، لما وجدت أنه خلوا من التعليق قلت بدأ أول مرة أشوفه، يعني حققته مرة أخرى وتعقبت الطبراني فيه، مع أنني تعقبته من 3 سنين مثلا أو 4 بس نسيت. ولذلك في كل مكان أتعقب فيه لابد أن أكتب أنني تعقبته في الكتاب الفلاني أو حققت هذا الحديث في المكان الفلاني، حتى لا تعود حتى لا أعيد أولا الجهد مرة أخرى، وحتى لا يتكرر عملي وشغلي، وحتى ممكن أكون أنا مؤخرا ذهبت إلى تضعيف هذا النص وكنت قبل ذلك أصححه، حتى على الأقل أستدرك على نفسي أقول وقد صحته في المكان الفلاني وأنا تراجع عن هذا، وقد وقع هذا لي في كتب كثيرة. يعني فحتة اعتبار الكتاب وأنني أرجع إليه مرة أخرى وأنني أنا أضيف كثيرا، ده في كل كتبي تقريبا، وبالذات في تنبيه الهاجد في المجلدات 6 الأول، يعني يمكن من مجلد رقم 7 إلى المجلد رقم 16 اللي أنا شغال فيه التعقبات موجودة، لكن راعيت ما قصرت فيه في 6 الأجزاء الأول، لأن موضوع كتابي هو أن أتعقب العالم في الخطأ، ليس أن أحقق الحديث وأذكر صحته وضعفه. يعني الطبراني عندما يقول لم يروي عن فلان إلا فلان تفرد بفلان،
موضوع كتابي أقول لا لم يتفرد به بل تابعه فلان في كتاب الفلان. لكن ليس موضوع كتابي أن أحقق الحديث وأقول وهذا حديث باطل أو صحيح أو حسن أو كذا وأجمع الطرق التي تدل على حكمي. ده مش موضوع كتابي. موضوع الكتاب اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد. إذن موضوع كتابي الأوهام التي وقعت في كتب العلماء، وإن أنا يعني أصح هذه الأوهام بأقل قدر ممكن من التعليق. لكن بعض الناس بقى الذي اقتنى كتابي قالوا لي طيب ما الحديث ده إذا سكت عنه لا نعرف صحيح ولا ضعيف. نعم. قلت لهم يا جماعة هذا ليس موضوع كتابه، أنا منبه، لما احنا ما عايزين برضو الحديث ساعات بيمر بنا، إما بنحتاجه في خطبة أو نقرأه في كتاب ولا ندري ما هو حكمك عليه، فهل لا يعني شفاعة هذا البتاع بأن تقول هذا باطل حتى بكلمة واحدة؟ ما بلاش تحقق، بلاش تتبع طرقه لأنه خارج عن موضوع كتابك، لكن قول لنا رأيك فيه. بس كلمة واحدة هذه لا تستقيم في العمل. ما أنا اضطريت في يعني الأحاديث اللي هي واضحة البطلان أو الباطل، خلاص؟ إذا كان يحتاج إلى بحث إنه أثبت إني باطل أو منكر وكذا قد أنشط، ولكن إذا لم أنشط بحط رأيي في الحديث برضو لا أخلي الحديث. فرأيت إن المجلدات الستة الأول ما كنتش أنا متتبع هذه الطريقة، كما قلت لك أن الموضوع الكتاب مختلف. لا. فرجعت أعيد المجلدات الستة الأول، فأفرزت الزيادات في المجلدات الستة مجلدان، بقوا الستة بقوا ثمانية، أصبح ثمانية، بقوا ثمانية تمام. ومن أول سبعة بالتقسيم القديم لا أنا سيبه، إنما في تعليقات بالورقة والاثنين والثلاثة، لكن مش بهذا القدر اللي هو أنا عملته في المجلدات الستة الأول. يعني إحنا بين أيدينا المجلد الأول، هذا المجلد أنت يعني شوفه ألقينا عليه نظرة أشوف يعني بقى والأوراق موجودة فيه قد إيه، وممكن في بعض الأوراق تصل إلى حوالي 2 متر. نعم. يعني إضافات على الجزئية في الحديث حوالي 2 متر، أنت ممكن تشوف حتى بنفسك روشيتا. نعم روشيتا روشيتا بالظبط، لا أكثر من روشيتا، ده مريض للآخر. أيوة. يعني محتاج كل سلطة من الدكاترة. يعني حضرتك بتصور يا علوي ولا لا؟ لا في يعني احنا نريد هذا المجلد بشكل عام أفرز مجلد ونص، يعني مثلا ده ده مثلا إيه إضافة على جزئية في الحديث، خلاص. وانت حتى تلاقي بقى برضو من فوق برضو اعتقد ان هتلاقي ده انا لازقه طبعا من فوق لاني لغيت اللي تحته. نعم لغيت اللي تحته. هنا مثلا برضو هتلاقي ده اضافة على يعني حديث غيرت التعقب لقيت ناسي غير محق فيه تقريبا يعني فاشتغلت فيه، وهكذا لو انت يعني عملت كده كل الكتب كده اهو مثلا ده تفرده هتلاقي وتلاقي تحت الورقة ورقة وهكذا. نعم. تقريبا مصنفاتي كلها هكذا. هذا هو طول النفس. هذا هو طول النفس وطول الورق. يعني وطول الورق ايضا جزئية انا اخطأت فيها احببت ان انا غيرت رأيي، ببين انا ليه غيرت رأيي في المسألة. تمام. وطبعا ده في هينزل بإذن الله كله في الطبعة الجديدة اللي هي 16 مجلد من تنبيه الهاجد، ان شاء الله لعلي يعني ادفعه للطبع قريبا يعني. إذن هذا أيضا من الكتب الموجودة والتي هي على قائمة ده المجلد الأول، هتلاقي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على نفس هذا المنوال، يعني وهي كلها من الكتب التي أصبحت على قائمة الطبع قريبا بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إن شاء الله. وفي طبعا كتب أخرى يعني في لعلي أدفعها للطبع قريبا، كمستخرج أبي عوانة. نعم. صحيح مسلم مستخرج أبي عوانة، أنا جمعت مخطوطاته الموجودة في العالم، هي حوالي 7 مخطوطات ليست كاملة كلها، ويعني الكتاب هيطلع فيه 14 مجلد أو 15 مجلد. حتى الآن أنا في المجلد رقم 13، لم يبقى من الكتاب إلا مجلد واحد فقط. طيب أستاذنك قبل أن نتكلم عن مستخرج أبي عوانة، عندنا هذا هذا الجزء 16 يعني ده الجزء هذا رقم 16 من مسودتي على تنبيه الهاجد. إذن هذا أول يعني إحنا آخر رقم أول من يراه هم مشاهدو قناة الندى. أي نعم. لم هذا خط فضيلة بحثي خطي، لكن شوف آخر تعقب رقم كم. آخر تعقب وصلت إليه طبعا، والكتاب لم يتم حتى الآن، دي عبارة عن أوراق طبعا إضافات على حديث من الأحاديث لسه سأكتبها. 2700 لا لسه باقي، لا أعتقد في النهاية كتبوا خط صغير كده. آخر تعقب حتى 2746 بالضبط.
ده هذا آخر تعقب في آخر تعقب. الجزء 16 من تنبيه الهجد. الهجد أي نعم. هذا لم يصف بعد. لم يصف. إذن هذا هو عملك في هذا الكتاب. هذا هو. أي نعم. ما هو موجود للآن من الكتاب. هذا هو من الكتاب. إن شاء الله سأتمم بخيط المجلد وأدفعه للطبع. نعم. عشان يتم الكتاب على حجم يكتمل المعروف 16. زي البخيط الكتب 16 اللي هو كل كتاب أعتقد فيه 500 تعقب كل مجلد. لا مش لازم 500 تعقب، لكن الكتاب في حدود 450 صفحة 500 صفحة. نعم. حتى لا يعظم الكتاب ويزيد يعني. اعتمدت على عدد صفحات ولم تعتمد على عدد صفحات؟ طبعا الجزء الأول خالص اللي هو الثمر الداني، طليعة الجزء الرابع من الثمر الداني، كنت عملت فيه 500 تعقب. طبعا 500 تعقب في هذا المجلد. لما ابتديت أزود وأعمل تعليقاتي وأستدرك ما قاله صاحبنا والكلام ده، هذا المجلد أفرز مجلد ونص على الأقل يعني. نعم. زودت عليه تقريبا حوالي 350 صفحة كمان. نعم. إذن هذا الكتاب أيضا قريب دفعه للمطابع بإذن الله عز وجل. طبعا أنا في الطبعة الجديدة طبعا أضفت كل هذه الإضافات. نعم. أي نعم. ومستخرج بعوانة. مستخرج بعوانة. باقي فيه المجلد 14، ربما يكون 14 ونص مجلد كمان احتمال يعني. وبقي عملي على أبي عوانة، هناك عملان آخران. نعم. العمل الأول الصيانة لشيوخ أبي عوانة، ترجمت لشيوخ أبي عوانة، ومن لم يعني يؤثر فيه كلام لأهل العلم أنا بأستقرئ حديثه في مستخرج أبي عوانة وأعطيه حكما وكذا. والعمل الثاني هو طرح البهرج بأطراف المستخرج. البهرج يعني الشيء اللي المزيف يعني. نعم. طرح البهرج بأطراف المستخرج. رتبت مستخرج أبي عوانة على الأطراف زي ما أنا عملت في لؤلؤ الأصداف بترتيب المنطقة على الأطراف، وهو نفس فكرة تحفة الأشراف للحافظ المزي وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، لكنه على طريقة تحفة الأشراف. حافظ ابن حجر عمله مجمل إلى حد ما في كثير من التراجم أو الرواه المكثرين، يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يجيبش الراوي اللي بعد هشام، فطبعا ده بيطول الأحاديث جدا. إنما المزي يجيب الراوي اللي بعد هشام، يعني مثلا سفيان بن عيينة عن هشام، مالك عن هشام، فلما تلاقي حديث مالك عن هشام تلاقي قليلة، لكن هشام بن عروة لما تجيب كل الشيوخ عن هشام تلاقي مثلا 50 صفحة. على التدور في 50 صفحة ولا تدور في 10 صفحات اللي يوصلك أسرع أنك تدور في 10 صفحات. أنا متبع طريقة المزي وليس طريقة حفظ الحجر في إتحاف المعرفة. ده يعني كتاب مستخرج أبي عوانة، طبعا فيه أكثر من 3000 حديث جديد تماما لم ينشروا قبل ذلك. أما النسخة المطبوعة في دار المعرفة، إن هذا كان مخطوط كان مخطوط ولم ينشر هذا المخطوط. والنسخة المطبوعة كنت أظنها محققة تحقيقا جيدا، فاستدركت عليها عشرات أو مئات الأخطاء، وهي التي كنت تظن جودتها. كنت أظن جودتها. كنت أحلق على تصحيف وأعلق على خطأ الخطأ بعد الخطأ عندما كنت أخرج شيء من الكتاب، لكن عندما خبرته وبدأت أرقم النسخة ترقيما جديدا لا وجدت أخطاء كثيرة الحقيقة فيها في النسخة اللي هي مطبوعة بخمس مجلدات في دار المعرفة. نعم. جميل جدا. طيب شيخنا في الختام، هل هناك كتاب تعتقد أنه من ضمن الكتب التي قد إحنا طبعا لم نتناول بالحديث 140 مصنف وإنما أشرنا إشارات سريعة، ولكن نقول هل هناك كتاب تعتقد أنه يحتاج إلى التنويه أو التنبيه لم يتم تناوله أو لم نتحدث عنه؟ لا، هو بس في من الكتب التي تمت من حوالي 4 أشهر تماما، وكان ينبغي أن تدفع للطبع، الجزء الرابع من الفتاوى الحديثية. نعم. أنا نشرت 3 مجلدات ولها مجلد فهارس، ونشر الكتاب في 4 مجلدات اللي هي كانت الأحاديث اللي هي وردت في مجال التوحيد. أنا الآن جبت الأحاديث التي كنت أسأل عنها في المساجد وكنت محقق على سبيل الاختصار، والتي كنت أسأل عنها في القنوات سواء قناة الناس أو قناة الحكمة، جبت هذه الأحاديث وحققت طائفة منها، فتم المجلد الرابع. حتى المجلد الرابع موجوده داخل صار منذ عدة أشهر، كان ينبغي أن أدفعه. لكن يعني كعادتي طمعت أن أضيف شيئا عليها فأضفت بالفعل شيئا. هذا مثلا الأوراق على حديث أظن لا تزال طائفة، حديث في ذم الكلام وأهلي لأن الفضلة لأبي الفضل المقرئ، ده مثلا كتاب جديد وقفت فيه على أسانيد كثيرة. قلت طيب كويس، طالما أنا وقفت على أسانيد قبل دفع الطبع للكتاب يبقى ينبغي أن أضيف عليه. حتى في هذا الكتاب هتلاقي فيه إضافات كثيرة جدا كمان.
فقلت لا أنا أؤخر لطبع الكتاب لحد ما يعني أستوفي ما وقع تحت نظري بدل ما أطبعه وأعمل عليه ذيلا من الذيول وهكذا. نعم. فده هذا الجزء الرابع مصحوف بقاله عدة أشهر خلصان يعني. نعم. فده مثلا آخر حاجة مع أبي عوانة يمكن أدفع للطبع مع تنبيه الهاجد. يعني تنبيه الهاجد بقي لي فيه شيء أعتقد لو تفرغت له يأخذ مني 6 أشهر ويتم تمام الكتاب حتى بالجزء 16 السادس عشر اللي هو الأخير الذي اللي هو ده. نعم. أي نعم. ولكن هذا لا يعني إغلاق الكتاب، الباب مستمر في. لا، تنبيه الهاجد مفتوح. نعم. كلما وجدت تعقبا أتممته أكملته، مش نعم. أن أنا قاعد لكتاب عشان أتتبع زلات العلماء ولا أخطاء العلماء أبدا إطلاقا. هذه التعقبات كلها كانت في أثناء تخريجي لبعض الكتب الأخرى، فوقعت على تعقب خلاص بجيبه بجيبه وأجعله من نصيب هذا الكتاب وأحققه وأخرج أحاديث وأحكم عليه. نعم. أي نعم. طيب شيخنا، أستأذنك في أن يكون سؤالي الأخير الذي ادخرته لخاتمة الحلقات عن موقف أعلمه لفضيلتك. هذا الموقف لعله بقيت أيام قليلة وتمر على ذكراه قرابة العامين. نتكلم عن الكتب ونحتاج أن نتكلم، وذكرت في طيات الكلام فضيلتك الكلام عن بعض الأشخاص الذين كان لهم علامة بارزة وفارقة في حياتك العلمية والعملية، بعضها من الجانب الشق العلمي ودعمهم لك ووجودهم بجوارك، وبعضهم كان دعما عاما. ولعله المتابع لسيرة فضيلتك يعلم قطعا أن هناك شخصا كانت له بصمة كبيرة في حياتك وكانت محبته بارزة جدا في قلبك ورآها الناس جميعا، وهذا أوان أن ندعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل نزله في الفردوس الأعلى. كان هذا أحد أقرب المقربين لك، أخونا الفاضل رحمه الله أبو عبد الله الشيخ شكري. أردت أن يكون آخر ما نتكلم فيه في البرنامج بعض الكلمات من فضيلتك لأخونا عن أخينا رحمه الله. الحقيقة يعني شكري رحمة الله عليه هذا صاحبني نحو 30 عاما، وبرغم أن الفارق السن بيني وبينه ليس كبيرا في حدود 7 سنوات أو كده، إلا أنني كنت أعتبره كأعز أبنائي. من شدة مخالطته لي ومخالطتي له صار يفهمني بالنظرة، وكان يريحني كثيرا، يعلم ما الذي أريده. وأنا فقدت يعني بسببه ركنا ركينا ولم يسد مكانه أحد، وما أظن أن يسد مكانه أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق به. وحتى هذه اللحظة هو ماثل أمامي، يعني دخل في حياتي أناس كثيرون وخرجوا منها وكانوا أفاضل وإلى آخره الكلام ده، لكن هذا الإنسان على وجه الخصوص حتى الآن لا أريد أن أقول كما يقول العام لا أصدق أنه مات، لكن ذكراه حية أمامي ومشيته وإقباله علي وطرقه الباب، وأنا بكلمك دلوقتي يعني كأني أراه يمشي بجانب بيتي عندما كان يأتيني كثيرا، وكان أمين سري، يعني هو يعرف عني أكثر مما يعرفه أي مخلوق على وجه الأرض، لا زوجتي ولا إخوتي ولا أمي ولا أبنائي، في أشياء هو فقط هو الذي يعرفها، ليس لأنني لا أتمن أحدا، لأنني هذه الأشياء كانت لها ذيول، وهو الوحيد في عندي في وقت نظري الذي كان يصلح أن يتمم هذا في غيابي. وكم حمل عني هموما كثيرة وأخرجني من مواقف محرجة، ووقع هو في اللوم نيابة عني، يعني يلومونه نيابة عني، كان يقيني بعرضه ويقيني بحياته ولا يبالي في هذا إطلاقا، وكان لا يعني يكتم هذا، وكان لا يكتم هذا، يعني حتى أنه يعني في اليوم الذي مات فيه قبل أن يموت ب4 ساعات فقط كان مع أخي الدكتور سمير، وقال يعني له كلمة إن أنا أغلى إنسان في الدنيا، يعني لو قلت إن الشيخ أبو إسحاق عندي أغلى من عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا أكون مبالغا، يعني هو كان يقول هذا يعني.
بعد أربع ساعات مات يعني. نعم. وكلنا لم نصدق هذا الأمر، كنا موجودين وما كنا. ولعله يعني الله. يعني يعني حتى بعض الناس علق تعليقا لي طبعا عليه ملحوظة، قال يعني بلغ من بره بك أنه افتدى أولادك يوم عرسهم. بقول له إزاي؟ قال لي أنا كنت حاسس، وهذا الشخص قريب مني يعني، كنت حاسس بسبب العدد الكبير الذي جاء، وتقريبا معظم مشايخ مصر أتوا ليشاركونني فرحتي يعني في هذا الكلام، كنت حاسس إنك تتنشعين، ده هو بقول كده بتعبيره يعني، أو إن أولادك يحصل لهم حاجة يعني، من يعني ممكن يحصل لهم معين أو حسد أو تعاسة تدركهم أو الكلام ده، فأراد أن يسدي إليك جميلا فافتداهم بنفسه. ده هو ده تعريب. أنا بقول لك أنا لي ملاحظات على حتى العبارات، لكن ده رجل يعني قريب مني، عامي يعني قريب مني، بس كان يتكلم على سجيته، تكلم بما جال في خطره، بما في صدره يعني. قال يعني بلغ من إحسانه بك أنه أراد أن يفتديك وأن يفتدي أولادك بأن مات. طبعا الكلام ده عليه تعليق يعني شرعي ما ينفعش، لكن يعني هو قالها وقعت في نفسي أن هذا جميل أيضا، وأرجو أن يكون الله عز وجل كافأه بهذا العدد الكبير الهائل الذي كان أتى ليحضر العرس فحضر جنازته. وهو كان أوصى يعني قال يعني للمقربين إذا أنا مت إما أن يصلي علي شيخ أبو إسحاق أو شيخ محمد المقصود، فأنا الحقيقة يعني ما استطعت أن أصلي عليه يعني، ما يعني قلبي لم يطاوعني، وقلت طبعا أنا أصلي عليه كإنسان يعني، ما أنا حاضر في الجنازة، وقدمت شيخ محمد المقصود. وسبحان الله هناك طائفة من المشايخ الفضلاء عادة لا يخرجون من بلادهم، أتوا في وقت مبكر، منهم الشيخ محمد عبد المقصود. يعني الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله جالي مبكرا، وأنا لا أدري لما أتى، هو في العادة لما بيجيلي دائما في النفر المتأخر، في هذه المرة في هذا اليوم أتاني مبكرا، ربما لتحقيق. وفي هناك شيء آخر أنا رأيته وحدثني به لفيف من حضر الجنازة، كان اليوم كان حارا، ودخلنا في المقبرة. نعم. وإحنا في المقبرة لما دخل الجثمان، أولا الشمس راحت وأتى غيم فأظلها، وهبت نسائم خفيفة وباردة، حتى أن رجل من أمامي أقسم لي بالله وأنا شعرت بهذا أن ريحا طيبة دخلت إلى المقبرة فعلا، فرجوت أنت يعني ربما نعم تكون نعم أذكرها تماما. أما الشمس يعني الغمام ظللها وجاءت النسمة والكلام ده، أنا شعرت به يعني، فرجوت أن يكون هذا من يعني البشائر التي يعني نعم. بالإضافة لأنني منذ مات أنا يعني منذ عقلت لنفسي أدعو لأبي وأمي ومن مات من إخوتي ومن عاش من أولادي في الصلوات الخمس وفي سننها، دائما في الصلوات الخمس وسننها أدعو لكل هؤلاء بالأسماء. أضفت إليهم شكري، وأضفت إليهم الدكتور عبد المنعم الشاذلي رحمة الله عليه، دول لا أتركهم، فمنذ مات وأنا أدعو له في الصلوات الخمس كما أدعو لأبي وأمي، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه. وحتى القبر الذي دفن فيه أنا قلت لإخواني القبر الذي بجانبه لا يدفن فيه أحد، أرجو أن أدخر هذا القبر لنفسي، ولكن في أمريكا على ولكن وأوصيتهم، ولكن حدث حادث وأنا في المستشفى أني أخت بعض إخواننا يعني ماتت فدفنوها في القبر الذي بجانب قبر شكري، تمام يعني، فأنا يعني وجدت في نفسي شيئا كنت أتمنى أن أدفن بجانبه، لكن لما يعني ربنا سبحانه وتعالى منحني ببتر ساقي أخذوا هذه الساق ودفنوها في القبر الذي بيني والذي بعدها بعد هذه الأخت يعني رحمة الله عليها، فقلت يعني خلاص يعني طالما أني يعني ساقي وضعت في هذا القبر خلاص يبقى هذا قبري ولا أحد يدفن فيه، فبيني وبينه قبر واحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني أن يختم لنا وإياهم بخير، اللهم ويختم لنا وإياكم بخير، ويكون ربنا سبحانه وتعالى يعني رحمه ويكون سبقنا إلى جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم لم أرد بهذا أن أنكر جرحا، ولكن يعني أنا أعلم مكانة أخونا شكري رحمه الله عند فضلتك، ولكن أردت أن يخص بدعائك وأن يسمع الملايين من يتابعون هذا البرنامج، فلعل الله عز وجل يكرمه بدعائهم. شيخنا الحبيب طوفنا في هذا الشهر
جولة أنا شرفت بها ولعلي يعني أجعلها مما أتقرب إلى الله عز وجل به، أني كنت في معيتكم هذه في هذه الجولة المباركة التي خصصتنا بها وشرفتنا بأن كنا في معيتك، فأسأل الله عز وجل أن يكرمك وأن يرفع قدرك في الدارين وأن يجعل هذه الكتب لك عند الله عز وجل ذخرا يوم تلقاه بعد عمر طويل في الطاعة بإذن الله عز وجل. أدامك الله ورفع قدرك في الدارين. أهل من كلمة أخيرة تختم بها شيخنا الحبيب؟ شكر الله لكم وبارك فيكم، وصلى الله أن يختم لكم بخير، رفع الله قدرك، جزية الجنة شيخنا الحبيب أكرمك الله. أحبتنا في الله، وبعد هذه الرحلة الطويلة الماتعة الجميلة التي شرفت بكل لحظة من لحظاتها وسعدت بها، وأنا على يقين أنكم عشتم هذه السعادة أيضا وأنتم تعيشون معنا في أجواء مكتبة الشيخ وفي رحلة ماتعة طويلة مع كتبه ومؤلفاته، بل والكتب التي قرأ فيها وعاشها وفي الأماكن التي يتنقل فيها يوميا والتي يحبها كأشد ما يحب الإنسان مكانا، لأنها الأماكن التي يتكلم فيها عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويذب عن سنته باغيا أو طالبا أن ينشر أمرا رفعه لواء، ألا وهو سنة أو ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجمعنا وشيخنا الحبيب وكل من يسمعنا ويرانا بإذن الله عز وجل في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحبتنا في الله، وها هنا يضع موكبنا مرساه في رحلته هذه الرحلة الطويلة الماتعة، ولا يسعني إلا أن أقول كما قلت في كل حلقة، دمتم في طاعة وعلى الخير نلقاكم دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.